مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من حديث الاخبار. هنكون معاكم على مدار ساعتين شادي شاش وانا ريهام السهلي لمتابعه اهم الاخبار محليا ودوليا. اهلا يا شادي. اهلا بيك يا ريهام. حديث الاخبار النهارده هنتابع من خلاله اخر تطورات الازمه الروسيه الاوكرانيه وتداعياتها من مختلف الجوانب من خلال مراسلينا، وكمان هنتكلم مع ضيوفنا النهارده عن الذكرى الثامنه لتنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تحل غدا، والانجازات الاقتصاديه والمشروعات القومية التنموية التي شهدتها مصر خلال الأعوام الثمانية الماضية. ونبدأ بأخبار هذه الحلقة. نبدأ بالأخبار وهنبدأ بالنشاط الرئاسي للرئيس عبد الفتاح السيسي اللي أكد الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات اللي بتربطها بزيمبابوي في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس للمبعوث الخاص لرئيس جمهورية زيمبابوي، حيث تسلم الرئيس السيسي رسالة خطية من رئيس زيمبابوي. وفي اجتماع آخر مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين، وجه الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بمختلف منشأتها وفق الجداول الزمنية المحددة. وفي اجتماع آخر مع مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وجه الرئيس السيسي بالاستمرار في تعزيز جهود الاستصلاح الزراعي في مشروع الدلتا الجديدة وما يتبعه من إنشاء المجتمعات عمرانية ممتدة. المزيد في هذا التقرير. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المبعوث الخاص لرئيس جمهورية زيمبابوي السيد سيمباراش مومبينجيغواي، وذلك بحضور السيد السفير كوامي موزاوازي الرئيس التنفيذي لمعهد المعرفة الإفريقية، والسيد السفير شيبا شومبيا ويندا سفير جمهورية زيمبابوي بالقاهرة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس إميرسون نانغاغوا، مؤكدا سيادته الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات التي تربطها بشقيقتها زيمبابوي في مختلف المجالات، لا سيما التبادل التجاري والاستثمار، إلى جانب التعاون الفني وبناء القدرات ودعم البنية التحتية. كما أشار السيد الرئيس إلى حرص مصر على تعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الزيمبابوي فيما يتعلق بسبل تعزيز آليات العمل الإفريقي المشترك، سواء المؤسسي أو السياسي أو التنموي، بما يسهم في تحقيق النمو والاستقرار الذي تصبو إليه الدول الإفريقية. من جانبه أعرب المسؤول الزيمبابوي عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، ناقلا لسيادته رسالة خطية من أخيه الرئيس نانغاغوا، والتي أكد فيها اهتمام بلاده بتطوير مسار العلاقات الثنائية ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على شتى الأصعدة، والتطلع إلى الاستفادة من خبرة الدولة المصرية في المشروعات التنموية، خاصة ما يتعلق بمجال التشييد والبناء في ضوء اعتزام زيمبابوي بناء متحف ضخم مخصص لعرض تاريخ ومسيرة التحرير الإفريقية، أخذا في الاعتبار أن مصر كان لها دور محوري ورائد في تلك المسيرة الإفريقية. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على سير العمل بمختلف مكونات مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، والتي تعد صرحا رياضيا ضخما متكامل الأركان والخدمات وفق أعلى المواصفات العالمية، خاصة مع ما تحتويه من استعدادات وملاعب وصالات مغطاة لمختلف الألعاب الفردية والجماعية، إلى جانب المناطق الخدمية المختلفة والمنشآت الطبية والفندقية والمباني الإدارية وساحات الجمهور.
وقد وجه السيد الرئيس بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالمدينة بمختلف منشآتها وفق الجداول الزمنية المحددة وطبقا لأرقى المواصفات العالمية، وذلك على نحو يعظم من قدرة وجاهزية المدينة لتنظيم كبرى الفعاليات الرياضية الدولية في مختلف الألعاب، وبحيث تتكامل البنية التحتية الرياضية في مصر بوجه عام من استادات وصالات رياضية وملاعب تدريب متنوعة وما يتعلق بها من خدمات فنية ولوجستية، مع التطوير الشامل والمتكامل للبنية التحتية والفندقية بجميع مكوناتها على مستوى الدولة، بما يعكس القدرة الواقعية لمصر على استضافة أكبر البطولات الدولية، وكذلك يساهم في الترويج الثقافي والحضاري والسياحي لمصر بالإضافة إلى العوائد المالية والاقتصادية التي ستعود على الدولة. كما شهد الاجتماع عرض خطط وسيناريوهات إدارة وتشغيل مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالاسترشاد بالخبرة الأجنبية العالمية في هذا المجال بما يتفق ويليق بحجم المدينة وتجهيزاتها الحديثة، فضلا عن استعراض جهود الإدارة الاقتصادية للمنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية وإجمالي ما تم تحقيقه في هذا الإطار حتى الآن. وقد وجه السيد الرئيس بأن يكون الهدف الأساسي لعملية الإدارة الاقتصادية للمنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية هو ضمان كفاءة واستدامة حسن إدارتها وتوفير فرص عمل للشباب داخل تلك المنشآت، إلى جانب تحقيقها لعوائد اقتصادية تؤدي إلى تنمية مواردها الذاتية. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث اطلع السيد الرئيس على مستجدات المشروع القومي العملاق للإنتاج الزراعي الدلتا الجديدة، والذي يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية في مصر على امتداد محور الضبعة، حيث يضم المشروع في نطاقه عدة مشروعات محورية للتنمية الزراعية من ضمنها مشروع مستقبل مصر. وقد وجه السيد الرئيس بالاستمرار في تعزيز جهود الاستصلاح الزراعي في مشروع الدلتا الجديدة وما يتبعه من إنشاء مجتمعات عمرانية ممتدة، وهو ما يحقق أهداف الدولة في سعيها لإنشاء مراكز تنمية شاملة جديدة بالتوسع الأفقي بعيدا عن مناطق التكدس السكاني. كما تابع السيد الرئيس جهود استغلال وتطوير مجموعة الأراضي الفضاء داخل محافظة القاهرة خاصة في منطقة شرق القاهرة، موجها سيادته بإتمام هذه العملية وفق نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التي تقيمها الدولة وجهود التنسيق الحضاري في المحافظة. إلى فلوريدا، حيث أعلنت الشركة المصرية للأقمار الصناعية انتهاء الاستعدادات لإطلاق القمر الصناعي المصري الجديد نايلسات 301 من ولاية فلوريدا. سيتم الإطلاق على قمر فالكون 9 التابع لشركة سبيس أكس الأمريكية. يمتلك نايلسات 301 العديد من المميزات التكنولوجية الحديثة التي تمكنه من مواصلة المنافسة في منطقة البث، كما يضم 38 قناة قمرية مقابل 26 قناة قمرية في نايلسات 201. للمزيد من التفاصيل أيضا بينضم إلينا من فلوريدا الزميلان دانا مدحت ومحمود السعيد. برحب بكما دانا ومحمود، ونبتدي بآخر التطورات المتعلقة بهذا القمر نايلسات 301. إيه آخر التطورات فيما يتعلق بالقمر؟ اهلا بك شادي، اهلا بكم بك ريهام. نحن بالفعل الان في ولايه فلوريدا في الولايات المتحده الامريكيه لتغطيه كما ذكرت شادي الحدث المهم والكبير جدا، وهو اطلاق القمر الصناعي المصري 301، بما يحمله طبعا من قدرات هائله تمكنه من تعزيز قدرات منظومه الاعلام المصري. الكل هنا في حاله تاهب، الكل هنا في حاله استعداد وتاهب لاطلاق هذا القمر الصناعي المصري. تم بالفعل تحديد موعد اطلاق هذا القمر الصناعي، وهو
بالغد الثامن من شهر يونيو لعام 2022. كما ذكرت لك هناك حالة من البهجة وسعادة استعدادا لإطلاق هذا القمر الصناعي بشكل كبير، وطبعا ده بعد انتهاء كافة أعمال التشغيل والاختبار بشكل كبير التي أعقبت طبعا عملية نقل القمر الصناعي المصري من شركة تالس الفرنسية، ومن ثم تصنيعه إلى قاعدة الإطلاق وهي كيب كانافيرال التي تتولى عملية طبعا الإطلاق هي شركة سبيس أكس العالمية. إذن زي ما قالت ليك شادي، زي ما شرحت دانا كمان، إحنا في كيب كانافيرال زي ما هي بتقول، وعشان الناس تستوعب فكرة القمر 301، إحنا كلنا بنتفرج دلوقتي من خلال القمر 201 اللي موجود بالفعل في الفضاء، واللي بيبقى بيبث زي ما أنت قلت حوالي 26، هننتقل إن شاء الله ل 38، ودي أول مرة. مش بس هيكون الموضوع ليه علاقة باللي إحنا بنتفرج عليه أو القنوات اللي أنتوا فاتحينها للسادة المشاهدين دلوقتي، هيبقى في حاجات خاصة بالاتصالات، هتقدر توصل لأماكن بعيدة جدا وأماكن كتيرة جدا. ده بالنسبة لقمر 301 طبعا اللي إحنا مستنيين ان شاء الله اطلاقه غدا زي ما قالت دانا. احنا لو نشرح للناس او نرجع معاهم، ده القمر الرابع لمصر، موجود كان اول اطلاق لينا سنة 98، وبعدين اللي هو 101، بعدين حصل الاطلاق ل 102 في سنة 2000. كل قمر بيقعد حوالي 15 سنة في الفضاء. القمر الاولاني 101 قعد حوالي 15 سنة من 98 وخرج فعلا في 2013. قمر اللي طلع بعديه بسنتين في سنة 2000 قعد برضو في المدار لحد 2018، هو عدى ال 15 سنة. وده اللي احنا بنقوله، ان احنا بيبقى معمول حساب حوالي 3 سنين او 4 سنين زيادة، ودي الحمد لله من كفاءة الأقمار بتاعتنا. حتى قمر 201 اللي هو خرج في 2010 مكمل، يعني هيبقى موجود القمرين مع بعض ان شاء الله موجودين في الفضاء، وهيكمل لحد 2028 لحد ما يبدأ تشغيل القمر 301. أهم كده محمود، يمكن الجدير بالذكر أنه هو سيحل محل نايلسات 201 اللي عمره الافتراضي بينتهي في عام 2028، يحمل العديد من المميزات التي تمكنه من المنافسة بشكل كبير في منطقة البث. يذكر أيضا بأن المدة الزمنية التي استغرقت لإطلاق هذا القمر الصناعي هي كانت حوالي عامين ونصف، وكان من المفترض إطلاق هذا القمر الصناعي منذ بداية العام الماضي لولا طبعا أزمة فيروس كورونا، وحتى الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على العديد من دول العالم بشكل كبير. كما ذكر شادي، هو بالفعل يمكن يضم 38 قناة قمرية مقابل 26 أهمية قناة قمرية في القمر. دانا عفوا، أهمية هذا القمر والمزايا التكنولوجية التي يقدمها لمصر هذا القمر الصناعي. صحيح ريهام، هو يمتلك العديد من المميزات يمكن بشكل كبير ريهام، من أهم هذه المميزات أنه تشمل تغطية دول جنوب القارة الإفريقية بالإضافة طبعا إلى دول حوض النيل، وكل هذا يمكن يواكب توجهات القيادة السياسية في مصر بتعزيز وتعميق العلاقات المصرية الإفريقية بشكل كبير، وحتى تحقيق تواصل أكبر مع شعوب القارة الإفريقية. ليس فقط كذلك، يمكن يقوم بتقديم خدمات الإنترنت أو البرودباند إنترنت جمهورية مصر العربية، وحتى المناطق النائية التي من الممكن أن تساعد في تقديم خدمات الإنترنت للمجتمعات العمرانية الجديدة، وحتى مشروعات البنية التحتية وحقول البترول شرق المتوسط. لديه قدرة تنافسية أيضا ريهام في البث وفي الاستقبال، ليس فقط كذلك، يمكن حتى قدرة هائلة في إمكانية أو مقاومة التشويش عبر الترددات وغيرها. طيب محمود، يعني احنا ذكرنا أنه يعني هذا القمر يمكن حيضم 38 قناة قمرية مقابل 26 قناة قمرية كانت موجودة في القمر نايلسات 201، ولكن ما هي المزايا الأخرى غير القنوات؟ يعني بالتأكيد هناك مهام لهذا القمر الصناعي، تكنولوجيا متغيرة طبعا عن القمر الذي يسبقه، ما هي تفاصيل يعني ومواصفات أيضا القمر الصناعي الجديد نايلسات 301؟ طيب نعم شادي وريهام، يعني بالطبع زي ما ذكرتوا، هو بالتأكيد التكنولوجيا كما ذكرت دانا مختلفة في إضافة عدد القنوات، هذا جانب من الجوانب الهامة جدا أنه هيضاف لي هذا العدد من القنوات القمرية. وعشان أوضح أكثر للمشاهدين، القنوات القمرية هي كل قناة قمرية بتحتوي على عدد قنوات موجودة اللي هي اللي بنتفرج عليها على التلفزيون، فعدد القنوات القمرية بتزيد.
التكنولوجيا اللي موجود فيه طبعا هي البرود باند اللي اتكلمت عليها دانا. البرود باند هي خدمه قويه جدا للانترنت. يعني عشان اوضح اكتر ايه الخدمه التكنولوجيه الهائله اللي هيقدمها انه يبقى موجود فيه عدد قنوات كبيره من البرود باند، مثلا هنيجي نقول بيحصل دلوقتي تطوير في منطقه في الوادي الجديد، منطقه صحراويه، كان عشان يوصل ده الانترنت في المنطقة دي او يتعمل مدرسة جديدة مثلا موجودة في المناطق، احنا عارفين حياة كريمة والمشروعات المصرية دلوقتي بتوصل لكل المناطق النائية، دلوقتي هيقدر اي حد قائم في المشروع زي ما بيدخل مية وبيدخل كهرباء وبيدخل وسائل متعددة تقدر تعيد الحياة للمنطقة دي، هيدخل خدمة انترنت وتواصل عموما بالكونكشن بشكل عام ما بين الشركات اللي بتشتغل في الاماكن النائيه دي ومع الشركات التانية. طبعا غير خدمه الافريج كفرج او السعه التغطيه، وصلنا لحد جنوب القاره زي ما ذكرت طبعا دانا، وصلنا لاخر بعد ما كنا في منطقه المنى او اللي هي الشرق الاوسط فقط، بقينا نقدر نوصل لحد افريقيا وجنوب افريقيا. ده نوع من الانواع، لكن انا برضو عايز اقول لكم اللي ورانا عشان احنا ما اتكلمناش في ده، اللي ورانا دلوقتي موجود هي القاعده اللي هيتم الاطلاق منها في سبيس اكس او اللي تابعه مع ناسا والتواصل مع ناسا، احنا موجودين فعلا بالقرب منها، يمكن عدد من الكيلوات ده اللي هيبقى موجود فيه، وان شاء الله كمان نقدر ننقل لكم ده. واكيد بالتاكيد هيكون في لقاءات مع العاملين ومهندسين من سبيس اكس ومن تالس الينا الشركه المصنعه، ويمكن احنا ما اتكلمناش عن ده. محمود، عايز اضيف ايضا نقطه اخيره، يمكن من اهم مميزات ايضا هذا القمر الصناعي انه سيكون هناك تكامل بشكل كبير مع هذا النايل سات 301 مع القمر طيبة واحد والذي تم إطلاقه بالفعل في شهر نوفمبر الماضي، لذلك ستكون مصر قادرة بشكل كبير شادي وريهام على تعزيز الإنترنت الفضائي لهؤلاء هذين القمرين الصناعيين. الآن الكلمة تعود إلى ريهام وشادي. احنا بنشكركم شكرا جزيلا دانا مدحت ومحمود السعيد اللي موجودين في فلوريدا لمشاهدة يعني اطلاق القمر الصناعي المصري الجديد نايل سات 301. احنا في اكسترا نيوز طبعا هنتابع اطلاق القمر لحظة بلحظة. اكيد يا شادي، ان شاء الله لكل طبعا السادة المشاهدين تابعوا معنا التغطية الخاصة بهذا الاطلاق الهام. والآن ننتقل إلى آخر تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية. قال المستشار الألماني أولاف شولتز إن بلاده ستواصل دعم أوكرانيا بالأسلحة للتمكن من صد العملية العسكرية الروسية. وأوضح شولتز أن الجهود جارية بين حلفاء الناتو والأمم المتحدة لإيجاد طرق لرفع الحصار الروسي عن الممر البحري وتمكين تصدير القمح الأوكراني إلى جميع أنحاء العالم دون أن يصبح ذلك تهديداً لأوكرانيا، كما تعهد بالمساعدة في مواجهة أي عدوان محتمل في ليتوانيا. ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين عربي مرزوق مراسل إكسترا نيوز. عربي، في البداية أهلا بك، وكيف رأيت تصريحات المستشار الألماني الداعمة لأوكرانيا وإعلانه عن إمدادها بالأسلحة المتنوعة وأيضا الدفاع عن ليتوانيا ضد أي عدوان محتمل؟
الحقيقه ريهام زياره المستشار الالماني اولاف شولز لليتوانيا وتصريحات اليوم مع رئيس الوزراء الليتواني دي يعني جاءت في توقيت مهم جدا. المانيا وحلف الناتو مهتمين خلال هذه الفتره بتقويه الجبهه الشرقيه لحلف الناتو تحديدا في دول البحر البلطيق ومنها ليتوانيا، لذلك كانت الزياره واضحه للمستشار الالماني في هذا التوقيت. خلال زياره المستشار الالماني لليتوانيا اليوم كانت هناك مطالبات من الرئيس الليتواني شخصيا بضروره ان يكون هناك حزمه تابعه من العقوبات على 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 روسيا حتى تقوم روسيا بايقاف العمليات العسكريه في اوكرانيا. وقصد الرئيس الليتواني حسب تصريحات والمعلومات التي خرجت هنا بالدعوه الى حزمه تابعه من العقوبات في نفس التوقيت في مؤتمر صحفي مع المستشار الالماني اولاف شولز وتحديدا حظر الغاز. حتى الان كما تعلمين هناك حظرا سيتم بنهايه هذا العام على النفط الروسي، ولكن هناك مطالبات جديده وضغط من دول بحر البلطيق تحديدا استونيا وليتوانيا بضروره ان يكون هناك حظر على الغاز بشكل سريع. ولكن المستشار الالماني اولاف شولز وحسب تصريحات اليوم ما زال حذرا عند الكلام عن اي حظر على بشكل سريع على الغاز الروسي تحديدا، لان الامر سيكون له تاثير صعب ومدمر على الاقتصاد الالماني اذا قامت المانيا بشكل سريع بحظر اشراء الغاز من الجانب الروسي. ولكن في راي مهم جدا للخبراء هنا في المانيا، من وجهه نظر الخبراء هنا في المانيا ان العقوبات الواقعه الان على روسيا هتاخد وقت طويل جدا حتى يكون لها تاثير كبير على تاثير كامل على الاقتصاد الروسي. ففي مطالبات في معهد كبير جدا معهد ايفو الاقتصاد هنا في المانيا سال 70 خبير في المانيا خبير في الاقتصاد عن افضل الطرق المؤثره على الاقتصاد الروسي، جمعهم يعني 70 خبير شايفين ان يكون في رسوم جمركية جديدة على واردات الطاقة التي تأتي من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي ستكون مؤثرة على روسيا. ولكن حظر استيراد الغاز والنفط من روسيا تأثيره أيضا سيكون صعب جدا على الاتحاد الأوروبي مستقبلا وسيرفع الأسعار. جمعونا نشاهد الآن ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير في ألمانيا، لأن أسعار الغاز كانت متدنية جدا في ألمانيا لأنها تأتي بشكل مباشر من روسيا إلى ألمانيا. ولكن عمليات تسكيل الغاز الذي ستأتي في المستقبل من بعض الدول العربية الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى يعني في عملية طويلة لعملية تسكيل الغاز هترفع الأسعار بشكل كبير. لذلك الخبراء من وجهة نظرهم تستمر ألمانيا والاتحاد الأوروبي بشراء الغاز والنفط من الجانب الروسي، ولكن تكون هناك رسوما جمركية جديدة على الجانب الروسي. ده هيأثر على الاقتصاد الروسي ولكن لن يؤثر على الاتحاد الأوروبي من وجهة نظرهم. هي كمان خلال المؤتمر الصحفي النهارده شادي كان في هجوم على منتقدين على المستشار الالماني اولاف شولز بمحاوله اولاف شولز التقرب من الرئيس الروسي، لان في محادثات دائمه بين الاثنين، يعني تقريبا كل اسبوع بتكون في محادثه 80 دقيقه او 90 دقيقه. هيئه شولز اليوم يعني شرح الامر انها لا يوجد تقارب بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولكن شولز يتصف بالرئيس بوتين ضروره ان يظهر له ان العمليات العسكريه التي يقوم بها بوتين في اوكرانيا يعني لن تكون لها فائده كبيره على روسيا ولكن ستكون مدمره لروسيا من وجهه نظر المستشار الالماني اولاف شولز. لذلك هو برر ده بالتسلط الدائمه انه يقوم بتحذير روسيا. طيب تحدث المستشار الالماني ايضا عربي عن الجهود الجاريه بين حلفاء الناتو والامم المتحده لايجاد طرق لرفع الحصار الروسي عن الممر البحري وتمكين تصدير القمح الاوكراني. السؤال هي يعني ما هي الجهود اللي من الممكن ان تتخذها المانيا من اجل تحقيق ذلك؟ الحقيقه سادي في بعض المعلومات التي تسربت عن المكالمه الاخيره بين اولاف شولز والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وايضا كان في نفس المكالمه ايمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي، بان هناك ربما سوف تسمح روسيا بان يقوم الاتحاد الاوروبي ودول العالم ب يعني ان تقوم اوكرانيا بتصدير شحنات القمح والحبوب من اوكرانيا عن طريق بالطبع البحر الاسود والمواني الاوكرانيه تحت حمايه سفن اوروبيه بعد طبعا موافقه روسيا او بعد التفاوض مع روسيا بشكل كامل. ولكن كانت خلال المكالمه كانت هناك مطالبه من الرئيس الروسي بضروره ان يرفع الاتحاد الاوروبي العقوبات المفروضه على روسيا حتى تسمح روسيا بهذا الامر. يعني حتى يتم هذا الامر لن يتم هذا الامر الافراج عن هذه الشحنات حسب المعلومات التي تسربت هنا الا بموافقه روسيا. دون موافقه روسيا ان يكون هناك اتفاق مع روسيا لن تخرج هذه الشحنات. احنا بنشكرك شكرا جزيلا عربي مرزوق، كنت معنا مراسل اكسترا نيوز من برلين.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن معدل البطالة في البلاد في شهر مايو الماضي بلغ مستوى هو الأدنى في التاريخ. وفي كلمة له خلال اجتماع حكومي أكد بوتين السيطرة على التضخم في البلاد، وأشار إلى أن تقوية الروبل ساهمت في تحسين الأوضاع الاقتصادية. تحسين وتثبيت قيمة العملة الوطنية قد ساعد على تحسين الأوضاع، وانخفضت نسبة بيع العملة الأجنبية من 80% إلى 50%، وبالتالي علينا أن نسهل من التجارة الخارجية. ونحن ندرك أن هناك أخطار محددة. خلال اللقاءات الماضية قد تحدثنا عن أهمية الاهتمام بالطلب، وفي مايو قد زادت نسبة التجارة إلى 5.4% عن السنوات الماضية، ولكن وبشكل حقيقي وبالأخذ بالاعتبار التضخم فهذه النسبة قليلة. لذلك علينا أن نأخذ بالاعتبار الطلب النهائي في الاقتصاد وكذلك معدل الوسط لدخل الفرد، وبالتالي اتخاذ قرارات بهذا المجال، وقد تم اتخاذها. فمن في الأول من يونيو قد زادت المعاشات التقاعدية 10%، وكذلك الحد الأدنى للمعيشة. أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو السيطرة على سيفردونيتسك بأوكرانيا، وأضاف أنه تم السيطرة على المنطقة الصناعية بالمدينة والبلدات المجاورة. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من موسكو حسين مشيك مراسل إكسترا نيوز. أهلا بك حسين. ونتحدث عن الرئيس الروسي بوتين والذي ذكر أن معدل البطالة في البلاد بلغ مستوى هو الأدنى في تاريخ روسيا. أيضا أشار إلى أن هناك سيطرة على التضخم، وهناك طبعا تقوية للروبل العملة الروسية نتيجة طبعا دفع الشركات والدول التي تستورد النفط والغاز من روسيا بالعملة المحلية الروسية الروبل. حدثنا بشكل أكثر تفصيلا عن ما جاء في كلمة الرئيس الروسي بوتين. نعم شادي، مساء الخير لك ولرهام. بالفعل اليوم خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية أعلن الرئيس بوتين عن تراجع معدل البطالة في روسيا، وأيضا بالنسبة لمعدل التضخم أصبح معدل التضخم يساوي صفر في الأراضي الروسية. إضافة إلى ذلك دعا الرئيس بوتين الحكومة الروسية إلى تقديم المزيد من التحفيزات إلى الشركات الاقتصادية، إن كانت هذه الشركات روسية وإن كانت شركات أجنبية. الرئيس بوتين طلب من الحكومة الروسية بتقديم المزيد من التحفيزات الاقتصادية للشركات الأجنبية، وتحديدا الشركات التابعة للدول الحليفة لروسيا. أيضا الرئيس بوتين طلب من الحكومة الروسية بضرورة تحسين الحياة العامة للمواطن الروسي عبر تقديم المزيد من الدعم المالي للمواطن الروسي لمواجهة هذه العقوبات. أيضا شادي، الرئيس بوتين وخلال الاجتماع قال إن بالتزامن مع مواصلة الغرب فرض العقوبات على روسيا، إلا أن ذلك لم يمنع الأخيرة من اتخاذ إجراءات لمواجهة هذه العقوبات. ودليلا على ذلك هي ارتفاع العملة الروسية الروبل أمام العملة الأجنبية، هذا ما يؤثر على تخفيض المرسوم التي أعلن عنه البنك المركزي الروسي في بداية الأزمة، عندما ألزم البنك الروسي المصدرين الروس بضرورة بيع عائدات الصادرات بنسبة 80% إلى المصرف المركزي بالعملة الأجنبية. الآن البنك المركزي الروسي عاد وخفض هذا القرار إلى 50% في الأسابيع المقبلة أو في الأشهر المقبلة، وفي حال بقى الوضع هنا الوضع الاقتصادي في روسيا تحت السيطرة كما تعلن الحكومة الروسية، من الممكن أن يخفض البنك المركزي المرسوم الذي يلزم الشركات الروسية ببيع مرجوعات أو مدفوعات العملة الأجنبية إليه أكثر. كل هذه الإجراءات شادي بطبيعة الحال الحكومة الروسية تعمل على اتخاذها منذ بداية العملية العسكرية. المواطن الروسي، وفي رسالة يوم أمس ذكرت إلى أن
المواطن الروسي لغاية الآن لا زال يترقب بشكل جدي الإجراءات التي من الممكن أن تعلن عنها الحكومة الروسية في الأسابيع المقبلة، بالرغم من الارتفاع الذي يصيب المواد الغذائية في روسيا، إلا أن ذلك لا زال المواطن الروسي يريد من قيادته العسكرية ومن القوات الروسية باستخدام أساليب واستراتيجيات أكثر حاسمة لحماية الأمن الروسي أكثر. نعم ريهام. حسين، يعني في ظل أيضا إعلان وزير الدفاع الروسي السيطرة على سيفردونيتسك وأيضا يعني البلدات المنطقة الصناعية والبلدات المحيطة بها، حدثنا عن الوضع الميداني الآن، ما هي آخر تطورات الوضع على الأرض؟ نعم ريهام، أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شيغو اليوم خلال اجتماع مع أعضاء وزارة الدفاع الروسية على سيطرة القوات الروسية على 97% من أراضي إقليم لوغانسك. القوات الروسية سيطرت على المناطق السكنية في مدينة سيفردونيتسك، هذه المدينة التي تعتبر آخر معاقل القوات الأوكرانية في الإقليم. لا زال الجزء الصناعي هو التي تدور في داخله المعارك بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية، لكن مساحة هذا الجزء هي صغيرة جدا مقارنة مع المساحة الشاسعة التي سيطرت عليها القوات الروسية في إقليم لوغانسك. في الأيام القليلة المقبلة كما تؤكد وزارة الدفاع الروسية سيتم تحرير إقليم لوغانسك بشكل كامل. أيضا بالمقابل شيغو قال إن القوات الروسية جهزت كافة الإجراءات وكافة الأمور اللازمة لاستئناف حركة القطارات والمواصلات بين روسيا والدنباس وأوكرانيا. أيضا شيغو أشار إلى أن الحركة البرية والطريق البري بين روسيا وشبه جزيرة القرم أصبح آمن. هذا الشيء اتخذته وزارة الدفاع الروسية وبفضل القوات الروسية، بفضل العمل التي أنجحته وزارة الدفاع الروسية مع القوات الروسية طيلة الأيام السابقة، وتحديدا في مواجهة المقاتلين الأوكرانيين لتحقيق الأهداف التي أعلن عنها بوتين في 24 فبراير. أيضا من جهتها وزارة الدفاع الروسية اليوم على لسان الناطق الرسمي باسمها اللواء إيغور كوناشينكوف اتهمت القوات الأوكرانية بإحراق أكثر من 50,000 طن من الحبوب في مدينة ماريوبل قبل مغادرتهم المدينة، وعلقت الدفاع على هذه الخطوة حيث قالت إن هذه الخطوة تظهر الوجه الحقيقي للنظام الأوكراني. كما طالبت الدفاع الروسية المجتمع الدولي بأن يشاهد ماذا تفعل القوات الأوكرانية من استفزازات ومن جرائم إنسانية ضد الشعب الأوكراني. أيضا رئيس إقليم دونيتسك دينيس بوشيلين أعلن عن بدء سلطات الإقليم بمحاكمة المرتزقة البريطانيين على حد وصفه نتيجة الجرائم التي اقترفوها بحق سكان منطقة دونباس وأيضا بحق سكان إقليم لوغانسك بشكل خاص. وقال بوشيلين إن هذه المحاكمة أو إن محاكمة المرتزقة البريطانيين من الممكن أن تصل إلى إصدار حكم الإعدام بحقهم. هذا الأمر متروك إلى محكمة إقليم دونيتسك. في الأيام المقبلة سوف تعلن المحكمة عن القرار ضد المرتزقة البريطانيين. وأيضا وزارة الدفاع الروسية في بيانها ريهام أعلنت عن استسلام أكثر من 7,000 مقاتل أوكراني في إقليم لوغانسك إلى القوات الروسية. تعهدت وزارة الدفاع الروسية بتأمين سلامة هؤلاء المقاتلين، لكنها بالمقابل أكدت على أنها ستعرضهم إلى المحاكمة نتيجة الجرائم البشعة كما تصفها موسكو التي اقترفوها بحق القوات الروسية وأيضا بحق سكان منطقة دونباس. هذا في البيانات الرسمية. أما في نعم. العمل العسكري وما زلنا مع العمل العسكري والبيانات التي تخرج من الدفاع الروسية، حسين هناك أيضا تفاصيل تتعلق بأنه هناك يعني إصابة من القوات الروسية لعدد من المواقع القيادية الأوكرانية، حوالي 39 موقع، 47 موقع لإطلاق النار المدفعية، أكثر من 400 منطقة لتجمع القوات والمعدات العسكرية الأوكرانية. تفاصيل بيان اليوم من الدفاع الروسية لو سمحت.
نعم شادي، بالفعل وزارة الدفاع الروسية كل يوم في بيانها الرسمي تذكر عدد المنشآت العسكرية الأوكرانية التي يتم استهدافها من قبل القوات الروسية، لكن الأمر الذي من المهم هو إرسال روسيا معدات عسكرية إلى مقاطعة زاباروجي. هذه المعدات العسكرية بأعداد كبيرة منذ قليل وسائل إعلام روسية نشرتها هنا في الداخل الروسي. القوات الروسية ونتيجة التكتيكات والاستراتيجيات الجديدة التي تستخدمها القوات الروسية حسب ما أشار إليها وزير الدفاع سيرجي شيغو، من الممكن أن تحرز تقدم كبير في الأيام والأسابيع المقبلة على الأراضي الأوكرانية. بالفعل العمل العسكري للقوات الروسية هو عمل متواصل يشهد وتيرة متسارعة جدا نتيجة البيانات الرسمية لوزارة الدفاع الروسية، وأيضا نتيجة للصحفيين الحربيين التابعين للجيش الروسي كما ينقلون إلينا هنا في الداخل رسائل عن التقدم للقوات الروسية في منطقة دونباس بشكل خاص، وأيضا في إقليمي دونيتسك ولوغانسك. القوات الروسية تلاحق المقاتلين الأوكرانيين في مدينة ليسيتشانسك والجزء الصناعي المتبقي من مدينة سيفردونيتسك إضافة إلى مدينة سليفيانسك. كل هذه المدن لا زالت المعارك عنيفة تشهدها هذه المدن. القوات الروسية تعمل على تحليل المدنيين الأوكرانيين عن العمل العسكري، لكن بالمقابل الدفاع الروسي تتهم القوات الأوكرانية باتخاذ هؤلاء المدنيين كدروع بشرية لمنع القوات الروسية من التقدم، وأيضا لتشويه الصورة الروسية أمام المجتمع الدولي والرأي العام الدولي. كل هذه الأساليب التي تنتهجها القوات الأوكرانية وزارة الدفاع تؤكد على أن موسكو لديها المزيد من المستندات والمعلومات سوف تكشف عنها في الأسابيع المقبلة. هذه المستندات تؤكد 100% تورط الجيش الأوكراني بجرائم ضد الإنسانية كما تصف موسكو شاد. طيب حسين، أيضا يعني أمر خاص بمجلس أو بقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، النواب الروس أقروا في قراءة ثالثة وأخيرة قانون يسمح لروسيا بالتوقف عن تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. يعني أعطنا تفاصيل أكثر عن هذا الأمر، وبعد إقرار هذا القانون يعني وبعد أن أصبح من حق روسيا الآن داخليا ألا تلتزم بهذه القرارات، ما الذي يعني هذا القانون؟ كيف سيؤثر على روسيا؟ أولا روسيا تعتبر أن كافة المحاكم الدولية ومنظمات الأمم المتحدة هي أصبحت خاضعة إلى الأمم المتحدة والدول الغربية وبشكل خاص إلى الولايات المتحدة وإلى بريطانيا. روسيا طالبت المنظمات الدولية بالمزيد من التحقيقات وتحديدا في مدينة بوتشا عندما اتهمت القوات الأوكرانية القوات الروسية بجريمة بوتشا. روسيا على لسان المندوب الروسي في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا قدمت المزيد من المستندات والدلائل التي تكشف براءة القوات الروسية من جريمة بوتشا وأيضا من جريمة كراماتورسك، لكن المنظمات الدولية آنذاك لم تسمع إلى النداءات الروسية وأيضا لم تسمع إلى المطالبات الدولية بتشكيل لجنة محايدة لتحقيق فعلي وفوري بجرائم بوتشا وجرائم كراماتورسك. الآن روسيا تؤكد على أنها ستتعامل مع الأسرى الأوكرانيين ضمن الحقوق الإنسانية وضمن جرائم أي أسرى الحرب، لكن مع المرتزقة الأجانب كما تصفهم موسكو. روسيا تؤكد أنها لن تتعامل مع الأسرى المرتزقة كما ستتعامل مع الأسرى الأوكرانيين نتيجة إلى الجرائم البشعة التي اقترفها المرتزقة الأجانب بحق سكان منطقة دونباس. أيضا في الداخل الروسي روسيا لا زالت لغاية الآن حسب البيانات الرسمية لا زالت متمسكة بالاتفاقيات الدولية وتحديدا اتفاقيات حماية الإنسان. هنا في الداخل الروسي يوجد بعض الأصوات المعارضة للعملية العسكرية والمعارضة لقرارات الرئيس بوتين، لكن هذه الأصوات هي ضئيلة مقارنة مع الأصوات التي تؤيد العملية العسكرية وتؤيد قرارات بوتين. لكن لغاية الآن الجانب الروسي لم يفعل أي شيء بحق الذين يعارضون
يعارض قرارات بوتين وقرارات العملية العسكرية، بالرغم من أن روسيا تؤكد على أنه في الغرب وفي الولايات المتحدة الأمريكية فرضوا المزيد من العقوبات، منعوا القنوات الروسية من البث في الدول الغربية وفي الولايات المتحدة. روسيا تؤكد على أن موسكو متمسكة تماما بالاتفاقيات الدولية وتحديدا باتفاقية حقوق الإنسان، لكن الغرب والولايات المتحدة الأمريكية لم يتمسكوا بهذه الاتفاقيات، على العكس يدعموا القوات الأوكرانية بالمزيد من الأسلحة والمعدات العسكرية. وأيضا الرئيس رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون طالب القوات الأوكرانية باستهداف الأراضي الروسية. أيضا الولايات المتحدة كما تؤكد موسكو منعت الجانب الأوكراني من التفاوض والجلوس مع روسيا، وطالبته أيضا بإطالة أمد هذه الحرب وأمد هذه المعركة العسكرية. كل هذه السياسات التي تنتهجها الغرب كما تؤكد موسكو من شأنها خرق اتفاقيات حقوق الإنسان وخرق اتفاقيات المنظمات الدولية. بالمقابل روسيا تؤكد التزامها بكافة الاتفاقيات وتحديدا بمعاملة الإنسان في الداخل الروسي. طيب نشكرك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل. كنت معنا حسين مشيك مراسل إكسترا نيوز من العاصمة الروسية موسكو. وإلى الشأن الأوكراني، حيث قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن العقوبات الغربية ضد روسيا ليس لها تأثير على الموقف الروسي. وفي حديث مع صحيفة فاينانشال تايمز انتقد زيلينسكي شركاء كييف لدعوتهم إلى وقف إطلاق النار دون شروط معينة. كما أعرب الرئيس الأوكراني مجددا عن استعداده لإجراء محادثات سلام مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. قال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن هناك تهديدا مستمرا من عمليات عسكرية وهجمات صاروخية من بيلاروسيا. وأوضح المسؤول الأوكراني أن طائرات مروحية أوكرانية نفذت غارات جوية على منطقة خرسون، ما أسفر عن مقتل 20 جنديا روسيا وتدمير 10 وحدات من المعدات العسكرية. بدأ الجيش الأمريكي في تدريب قوات أوكرانية على أنظمة صاروخية متطورة، وافقت إدارة الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي على توفيرها. وقالت اللوتنانت كولونيل في مشاة البحرية أنتون سيميل روث إن القوات الأوكرانية تتدرب على نظام صاروخ المدفعية على الحركة هيمارس في قاعدة جرافنور للتدريب في ألمانيا وأماكن أخرى في أوروبا. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من كييف محمد الزاوي مراسل إكسترا نيوز. أهلا بك محمد. ويعني الرئيس الأوكراني تحدث عن العقوبات الغربية ضد روسيا وأنها ليس لها تأثير على الموقف الروسي، وأيضا انتقد شركاء كييف في أو يعني فيما يخص دعوتهم لوقف إطلاق النار دون شروط معينة، ولكن في مقابل ذلك أعلن عن استعداده للاستمرار في محادثات السلام مع بوتين. هل هذا معناه أنه يعني يعرض مجددا على روسيا أن يكون هناك محادثات، وإن كان فهل أيضا هناك شروط معينة يعني يطلبها من أجل الجلوس على مائدة التفاوضات؟ نعم مساء الخير. وفق التصريحات طبعا المختلفة للرئيس الأوكراني، هناك دعوات متكررة للجلوس على طاولة المفاوضات مع الرئيس الروسي، وكان حدد قبل فترة الرئيس الأوكراني بأن الجلوس سيكون فقط مع الرئيس بوتين باعتباره الشخص الوحيد القادر على إنهاء هذه الحرب، ولكن هذا الجلوس يجب أن يكون بهدف واحد وبشرط واحد، وهو إنهاء الحرب ووقف العمليات القتالية على الأراضي الأوكرانية. أما فيما تعلق بالدعوات الأوروبية وغيرها، كان انتقد أو ذكر الرئيس الأوكراني أمس في لقاء مع الصحفيين الأوكرانيين بمناسبة اليوم الوطني للصحفيين هنا في أوكرانيا، قال بأن هناك ملل من بعض الدوائر الأوروبية فيما تعلق بالحرب، وبأن هناك البعض يريد إنهاء هذه الحرب ولو على حساب التنازلات الأوكرانية، الأمر الذي ينتقده الجانب الأوكراني بشدة. يأتي هذا طبعا في خضم الدعوات السابقة والانتقادات السابقة الأوكرانية لمختلف الأصوات التي ظهرت في الدائرة الأوروبية وتدعو أوكرانيا
إلى التنازل، من بينها تصريحات الرئيس الفرنسي الذي دعا إلى عدم إهانة فرنسا روسيا، وكذلك وزير الخارجية الأمريكي السابق هنري كيسنجر وغيرهم من المسؤولين الأوروبيين الذين يرى الأوكرانيون في تصريحاتهم بأنها تراعي فقط الجانب الروسي ولا تراعي المصالح الأوكرانية. وزير الدفاع الروسي سيرجي شايغو أعلن السيطرة على مدينة سيفرودونيسك بالكامل، وأضاف أنه المنطقة الصناعية بالمدينة والبلدات المجاورة لها تمت السيطرة عليها من قبل الجانب الروسي. ماذا كان الرد الأوكراني على هذا التصريح؟ في الحقيقة شادي، ما قرأناه اليوم لآخر البيانات العسكرية والواردة من المنطقة الشرقية، بيان هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، تصريحات رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة لوهانسك ورئيس بلدية سيفيرودونيسك، كلها يمكن تلخيصها فيما يلي، لأن المعارك ما زالت قائمة، هناك معركة شوارع في سيفيرودونيسك. رئيس بلدية سيفيرودونيسك قال بأن القوات الأوكرانية متمركزة في أماكنها. ما يتم الحديث عن أيضا هناك تغيير ديناميكي بين الفينة والأخرى باعتبار هذه المعارك معركة شوارع، وبأن لا يمكن حتى الفصل بين أين تسيطر القوات الأوكرانية بالضبط وأين تسيطر القوات الروسية، لأن هذا عمليات السيطرة تتغير بين الساعة والأخرى. لكن كل ما يشير إليه الجانب الأوكراني هو أن القوات الأوكرانية ما زالت متمركزة هناك وأن القتال يدور. طبعا كل طرف يحاول القول بأنه هو من يكسب المعركة الكبرى، رغم الاعتراف من الجانب الأوكراني بأن هناك مساحة واسعة من مدينة سيفيرودونيسك تسيطر عليها القوات الروسية على غرار المنطقة الشرقية لهذه المدينة، طبعا مع الاعتراف أيضا بأن هناك هجوم روسي قوي جدا على مختلف. نعم، وهناك إعلان روسي بأن الطريق البري المؤدي إلى جزيرة القرم أصبح مؤمنا تماما. نعم، وهو الهدف الرئيسي ربما شادي بالنسبة للقوات الروسية، كان من واحدة من الأهداف الرئيسية لهذه الحرب أنه يكون طريق بري يربط شبه جزيرة القرم التي تعتبرها أوكرانيا منطقة محتلة مؤقتا مع الأراضي الروسية، طبعا مرورا بماريوبول بعد السيطرة عليها بشكل كامل من قبل القوات الروسية، سمح لها طبعا بتكوين هذا الممر البري بين الأراضي الروسية مرورا بالدنباس، ماريوبول وكذلك شبه جزيرة القرم. مجددا هناك تصريح من هيئة الأركان العامة الأوكرانية بأن هناك تهديد مستمر للهجوم على أوكرانيا من بيلاروسيا، هل هناك جديد في هذا الأمر؟ ريهام، هو هذا التهديد ربما أو هذه البيانات العسكرية الأوكرانية نقرأها تقريبا بشبه يومي في كل بيانات قيادة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، فيه بيانين، بيان صباحي وبيان مسائي في كل تقريبا الأيام الأخيرة، على الأقل خلال 10 أيام الأخيرة بشكل يومي، يشير إلى أن هناك تهديدات قائمة بإمكانية شن ضربات جوية على الأراضي الأوكرانية انطلاقا من الأراضي البيلاروسية، خاصة مع تقارير الاستخبارات العسكرية الأوكرانية التي تقول أن هناك تحركات مشبوهة على الحدود الأوكرانية. كما نعرف قبل مدة كان هناك تأكيد من قبل القوات أو الجانب الأوكراني بأن القوات الروسية قد وضعت أنظمة صواريخ إسكندر على بعد نحو 50 كيلومترا من الحدود الأوكرانية. الآن هناك تعزيزات عسكرية للقوات البيلاروسية وللقوات الروسية على الحدود الأوكرانية، وكانت هناك تحركات يومين ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية بأن هناك تحركات مريبة على بعد نحو 3 كيلومتر من الحدود الأوكرانية البيلاروسية. طبعا يأتي هذه التحذيرات في خضم أيضا الاستهداف الروسي للمناطق الشمالية المحاذية لبيلاروسيا في منطقة تشيرنيهيف، كما نعرف أنه الأيام الأخيرة أيضا تعرضت البلدات ومواقع الجيش الأوكراني في هذه المنطقة القريبة من الحدود البيلاروسية إلى قصف بالمدفعية وقذائف الهاون وفق ما يقول الجانب الأوكراني، ولذلك
فالجبهة البيلاروسية تبقى تمثل خطر دائم على أوكرانيا، خاصة كما نعلم بأن القوات الروسية التي دخلت الأراضي الأوكرانية وانطلقت للسيطرة على العاصمة الأوكرانية كييف كانت محور الانطلاق لها من الأراضي البيلاروسية، وحتى منطقة تشيرنيهيف وكذلك بعض منطقة تشيرنوبل حتى التي سيطرت عليها القوات الروسية قبل أن تنسحب منها فيما بعد، كانت يعني مقر الانطلاق لها هي من الأراضي البيلاروسية، ولذلك دائما يبقى التحذير والمخاوف قائمة من هذه الجبهة. طيب، بدأ الجيش الأمريكي الحقيقة في تدريب قوات أوكرانية على أنظمة صاروخية متطورة، كانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وافقت على توفيرها لأوكرانيا. هذه الأنظمة الدفاعية الصاروخية الجديدة، يعني ألا تخشى القيادة الأوكرانية من أن هذا التدريب ووصول مثل هذه الأنظمة إلى أوكرانيا قد يستفز الجانب الروسي للقيام بهجمات في مناطق أخرى، بهجمات أكثر شراسة مثلا؟ طبعا إذا قرأنا ربما التصريحات الأوكرانية المتعلقة بالأسلحة فهي تعتبر ضرورية بالنسبة لبلادهم كما يقولون من أجل وقف ما يرونه عدوانا روسيا على أراضيهم. طبعا المطالب ما زالت متكررة، وهم بل بالعكس الآن يطالبون بأسلحة طويلة المدى التي يمكنها ضرب أهداف روسية داخل الأراضي الأوكرانية من بعيد، يعني وخاصة في ظل ما يسمى بمعركة الدبابات الجارية وقائعها بمنطقة الدنباس. طبعا هناك تفوق روسي في العدة والعتاد وتقدم ولو كان بشكل بطيء، لأنه بات يسيطر على الكثير من البلدات وكذلك المدن، وقريب أيضا من السيطرة الكاملة على منطقة لوهانسك. طبعا الأسلحة الأوكرانية الأسلحة الغربية بالنسبة للجانب الأوكراني هي ضرورية، أما فيما يخص التهديدات الروسية فهي قائمة منذ الأيام الأولى لهذه الحرب ومنذ الأسابيع الأولى لهذه الحرب. الجانب الروسي كان قد حذر الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، زاد التحذير بشكل كبير جدا مع الحديث عن تقديم أسلحة طويلة المدى يمكن أن تضرب من خلالها القوات الأوكرانية أهدافا داخل الأراضي الروسية، لكن هذه الأمور ربما حاولت أوكرانيا تطمين شركائها الدوليين قائلة بأن الأسلحة التي تحصل عليها من الدول الغربية لن تستخدمها إلا في إطار الدفاع عن النفس وإلا في إطار الأراضي الأوكرانية ولن تقوم بمهاجمات. ولكن لم تصدق يعني روسيا هذه التصريحات الأوكرانية وقالت أنه هذا من الممكن أن يجعل الوضع مختلف تماما، فلا ضمانات أن أوكرانيا لن تستخدم هذه الأسلحة في الوصول إلى الأراضي الروسية نفسها. فعلا شادي، هي ربما عدم ثقة متبادلة بين الجانبين الأوكراني والروسي، كما لا يثق الجانب الروسي في الأوكرانيين لا يثق أيضا الأوكرانيون في الجانب الروسي، وهذا ليس فقط في قضية الأسلحة. الآن نتحدث عن قضية الأسلحة، قضية إمكانية رفع الحصار عن الموانئ، قضية وقف إطلاق النار، ووصولا ربما إلى قضية المفاوضات. هناك نوع من عدم الثقة بشكل كبير بين الجانبين خاصة خلال الأسابيع الأخيرة. طيب محمد، يعني أنت ذكرت نقطة المفاوضات، دائما ما يقول الجانب الروسي أنه عندما تشرع أوكرانيا في المفاوضات تتلقى يمكن تعليمات من الغرب بإيقافها مرة أخرى. كيف يرد الجانب الأوكراني على يعني هذه وجهة النظر الروسية هذه؟ طبعا هو نفي تام للجانب الأوكراني أنه يتملص من المفاوضات، وفي المقابل طبعا يتهم الجانب الروسي بأنه هو المتسبب في وقف هذه المفاوضات من خلال الاستهداف المتكرر للأوكرانيين للبنى التحتية المدنية وعدم موافقته على وقف إطلاق النار بشكل غير مشروط. هذا من الجانب الرسمي. من الجانب غير الرسمي، ربما لو قرأنا بعض التحليلات هنا في كييف لبعض المحللين والخبراء يقولون بأنه لو استمعت أوكرانيا إلى بعض الأصوات الغربية لكانت قدمت تنازلات للجانب الروسي، وبذلك هذه الحجة برأيهم تدحض جميع الاتهامات الروسية بشأن أن أوكرانيا أو الجانب الأوكراني يقوم بفعل ما يطلبه الغرب.
بل بالعكس يرون بأن بلادهم الآن هي التي تقاوم من أجل عدم التنازل وعدم الاستماع إلى تلك الأصوات، سواء الموجودة في الدائرة الغربية أو الأوروبية، والتي تطالبهم بالتنازل من أجل إيقاف هذه الحرب مع الجانب الروسي. شكرا جزيلا لك محمد الزاوي مراسل إكسترا نيوز، كنت معنا من العاصمة الأوكرانية كييف. مازلنا معكم مشاهدينا في حديث الأخبار، ونعود إليكم بحواراتنا في هذه الحلقة بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وحديث القاهرة حنتكلم في هذه الفقرة عن الذكرى الثامنة لتنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي بتوافق غدا 8 يونيو، لكن تركيزنا حيكون على 8 سنين من النجاحات والإنجازات الاقتصادية. إزاي قدر الاقتصاد المصري أنه يتعافى ويكون من أهم الاقتصادات الناشئة؟ إزاي قدرت مصر تتعامل مع أزمات عالمية زي أزمة كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية، ونقاط أخرى حنناقشها مع ضيفي الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان. أهلا بيك يا دكتور عمرو. أهلا بحضرتك. طيب لما نيجي نتكلم عن 8 سنين على تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحقيقة أنه اللي حصل ما يحصلش في 8 سنين ولا في 10 سنين ولا في 15 سنة ولا في 20 سنة. كم المشروعات القومية اللي حدثت، الإصلاح الاقتصادي الكبير اللي تبنته القيادة السياسية المصرية، كل ده لو دول تانية بتعمله بتاخد سنوات أكتر من كده بكتير. يعني هي بتعتبر معجزة اقتصادية ما حدث بعد خروجنا طبعا من عدة أزمات نعرفها كلنا كويس. إزاي شايف اللي تم في 8 سنين؟ يعني في الحقيقة بداية خلينا نقول أن وجود رؤية وإرادة سياسية للإصلاح الاقتصادي ولتغيير الدولة في التوقيت الزمني لدولة كانت على شفا حرب أهلية من الناحية السياسية ومن انفلات أمني كبير جدا، تراجع في الاحتياطي النقدي، نقص كثير من السلع، نقص في الخدمات الأساسية من أول الكهرباء ومشاكل البنزين، مرورا بالطاقات الإنتاجية المعطلة وهروب الاستثمار الأجنبي، و الاستثمار المحلي كان في وضع صعب جدا، وبالتالي غضب شعبي كبير جدا جدا، وميراث من عدم الثقة ما بين المواطن والحكومة، وميراث من المشكلات اللي تم تأجيلها لسنوات كثيرة جدا 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 جدا، وعدم وضوح للرؤية الاقتصادية. بالتالي احنا كان عندنا اسئله موجوده من 2011 ل 2014، البعض كان بيعود الى افكار زي التأميم وزي ان الدوله ترجع والتسعير الجبري للسلع، في افكار عفى عليها الزمن من الناحيه الاقتصاديه واثبتت فشلها في كل الدول، ومرورا باتجاهات اخرى لاقتصاد مش منفتح ولكن اقتصاد مستعمر ويدار بواسطة أيادي أخرى لها أجندات أخرى. بالتالي بداية الإصلاح الحقيقي هي وجود إرادة سياسية وطنية صادقة في الإصلاح، برؤية بتتعامل مع المشكلات من جذورها مهما كان الحل ده صعب في الأجل القصير أو له تكلفة، لأن تكلفة كل علاج دايما زي ما بنقول هو مر، كل عملية جراحية في المرحلة الأولى بيبقى فيه تداعيات سلبية، ولذلك دايما السيد الرئيس بيتكلم على أن البطل في برنامج الإصلاح الاقتصادي هو المواطن المصري والشعب المصري، وثقته في القيادة السياسية الجديدة اللي تولت زمام الأمور في ظرف سياسي وأمني صعب جدا، وثقته أن اللي عمل ده في ملف السياسي وملف الأمن بكل تشابكاته
يقدر يعمل ده في الاقتصاد. طيب عايزين نتكلم عن حتة التداعيات السلبية اللي حضرتك ذكرتها نتيجة للبرنامج الإصلاحي الاقتصادي اللي تبنته مصر. الحقيقة أنه مصر من الدول القليلة جدا لما بتيجي تعمل برنامج إصلاح اقتصادي بيكون قدامها برامج حماية للفئات اللي هتتضرر بشكل كبير من هذا الإصلاح الاقتصادي. يمكن دول أخرى كبيرة عندما تشرع في إصلاحات اقتصادية بيتحمل المواطن بشكل كامل تداعيات هذه الإصلاحات، لكن مبادرات عدة تبنتها القيادة السياسية لحماية الفئات الأكثر احتياجاً والأكثر تضرراً من أي تداعيات ممكن أنها تكون نتجت عن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. شفنا كل هذه المبادرات صحية كمان مش بس اقتصادية تزامنت مع برنامج الإصلاح الاقتصادي. كيف أثر هذا على درجة تحمل المواطن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي؟ طيب اسمح لي مش هجاوب باللغة الأكاديمية ولغة الأرقام اللي أحيانا المواطن البسيط ما بيحسش بيها قوي أو ما بيفهمهاش قوي، بس خلينا نقول في الاقتصاد احنا بنتكلم عن هدف مهم جدا السيد الرئيس دايما بيتكلم عليه وهي جودة الحياة. أيوه. إن المواطن المصري يستمتع بحياته وينتج لمصر ولنفسه قيمة مضافة ويحسن مستوى معيشته. خلينا نقول الإنجازات بتاعت الثمان سنين والإجابة على سؤال حضرتك بأمثلة بسيطة. لسطى محمد اللي كان عنده ورشة ميكانيكا مش عارف يشتغل فيها عشان الكهرباء بتقطع، لدولة فيها طاقة شمسية، طاقة رياح، طاقة كهربائية، طاقة مائية من السد العالي، طاقة نووية، بنبني محطة جديدة، من دولة فيها عجز، من دولة قط العمليات فيها الكهرباء قطعة والمصنع مش شغال والمستثمر بيخسر عشان الوردية مش موجودة، من اعتصام على شريط القطر لشبكة قطارات كهربائية وفائض في قطاع الكهرباء يتم الربط فيه بشبكات مع الدول المجاورة ويتم استغلاله في طاقة نظيفة وفي مواصلات نظيفة تحافظ على التنمية مش النهاردة إنما كمان لولادنا في الأجيال اللي جاية. خلينا نتكلم عن الست البسيطة جدا جدا اللي موجودة من أهلنا في القرى اللي استفادت من مبادرة 100 مليون صحة، اللي استفادت من المبادرة اللي كانت موجهة لسيدات مصر، أو جوزها تعالج من فيروس سي، أو ابنها اتكشف عليه في المدرسة عشان الأنيميا والتقزم. إذا بنتكلم متى كانت أنهي حكومة مصرية وأنهي قيادة مصرية اللي دورت على كل سكان مصر في حملة هي الأضخم في العالم في فيروس سي عشان تعالج مواطنيها بالمجان من هذا الفيروس وتقضي عليه للأبد، أو إنها يبقى عندها قاعدة بيانات فيها أكتر من 50 مليون مصري بالأمراض المزمنة بإنهاء قوائم العمليات. بنتكلم على مبادرة حياة كريمة يا دكتور عمرو، وهو المشروع القومي الأكبر الحقيقة مش بس في مصر ولكن يعني حتى الأمم المتحدة بتعتبره من أكبر المشروعات القومية. والأهم بنتكلم عن الدولة اللي وفرت صحيح مرافق وطرق وكباري وبنية أساسية بعضها عليه بعض الرسوم عشان نقدر نصونها ونكمل بيها وما نعملش زي الطرق اللي كانت قبل كده، بعضها داخل المدن عشان تسهل حياة الناس والمرور اللي بيترجم لفلوس، الوقت اللي كان بيضيع المصريين اللي كانوا بيتخنقوا في القاهرة لمدة ساعتين وثلاثة في المرور. بنتكلم عن أهالينا اللي اتنقلوا في العشوائيات من فلوس صندوق تحيا مصر من فلوس المواطنين. الدولة اللي تحولت في 8 سنين من فلوسنا بتروح فين للفلوس دي كلها بتيجي منين. السؤال بتاع المواطن البسيط ده هو ترجمة للوضع الاقتصادي، ازاي الإدارة الاقتصادية المصرية تحولت إلى الأفكار خارج الصندوق، الأفكار الجديدة اللي استغلت بيها وضخت بيها موارد جديدة لشرايين الاقتصاد المصري ما كانتش موجودة قبل كده. أيوة. فكرة استراتيجية المصارحة والمكاشفة اللي السيد الرئيس دايماً بتعامل بيها مع المواطنين في مواجهة أزماتنا، لأن لازم نبقى عارفين إن احنا تصنيفنا الاقتصادي من 8 سنين بيقول إن احنا دولة نامية أو دولة متوسطة الدخل، لدينا كثير جدا 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 من المشاكل الاقتصادية اللي أهمها المشكلة السكانية،
عندنا عجز كبير جدا. بعض المرافق السكة الحديد آخر مرة حد سمع أنها اتطورت إمتى وحصل فيها إيه؟ شبكة الطرق، الصرف الصحي، الحكومة المصرية في قراءتنا للأرقام لما نيجي نقول الآن في مصر في 2022 إن 67% من القرى المصرية لم يكن لديها صرف صحي، هو رقم مؤلم جدا 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 جدا. ولكن نشوف الرقم ده احنا جايين قبله من 8 سنين من كام؟ كنا 11% فقط. يعني في الثمان سنين دول احنا عملنا ضعف اللي اتعمل في التاريخ المصري. وهي دي المشكلة، ده اللغز. يعني دايما بعض المشككين يستغل ان احنا لسه عندنا مشاكل كبيرة جدا وتحديات، ودايما احنا بنقول احنا مشينا خطوة من ألف خطوة بل من آلاف الخطوات. القفزات اللي احنا بنحاول نعملها واللي اتكلم عليها السيد الرئيس في 2016 لما قلنا ان احنا محتاجين نعمل تحول في الاقتصاد المصري، مش نعمل معدل نمو عادي وخلاص، احنا محتاجين ده لان احنا متأخرين جدا. دايما في الاقتصاد فكرة المقارنة هي المقارنة النسبية، يعني لما نكون مدخلين مريض لغرفة الرعاية المركزة وضغطه 220 وسكره 600، لما نسأل ونعرف ان سكره 250 ولا 300 الدكتور هيقول لنا ده تحسن جدا، مع ان الرقم ده لوحده كرقم مطلق هو رقم صعب وكبير. فاحنا عندنا كمية من المشاكل المتوارثة، مش معنى ان احنا بنقول ان احنا حققنا انجازات في اكتر من قطاع وهي متزامنة وكبيرة جدا ان احنا موجودين في الاقتصاد السويسري، ان احنا مش امام حقيقة ان احنا اكبر مستورد للقمح في العالم، وده ميراث من موجود من قبل كده. مش معنى كده ان احنا اللي موجود، انما هي فكرة التحول ده، ان في 21 في عز الكورونا يبقى عندي اعلى معدل نمو في الصادرات المصرية غير البترولية في التاريخ، ان يكون عندي في 21 أعلى رقم لتحويلات المصريين في الخارج في التاريخ، إن يكون عندي أعلى دخل لقناة السويس، إن نكون قبل كورونا وصلنا إلى أعلى رقم للاحتياطي النقدي ما وصلتلوش مصر قبل كده خالص. دي أرقام مهمة جدا 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 إن احنا نبقى فاهمينها ومستوعبينها وشايفين ده بيحصل إيه. لما نروح نرجع لحياة كريمة وغيرها من المبادرات، احنا اتنقلنا من التنمية في العواصم الحضرية في القاهرة واسكندرية ومن النمو الاقتصادي اللي بيروح للميت واحد الأكثر غنى في مصر إلى أن كل واحد في مبادرة من المبادرات اللي بتتعمل بيستفيد منها بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. حياة كريمة مش بس بندخل صف صحي، إنما بنشغل الناس من خلال المقاولين المحليين للتوجيه ان هم يشتغلوا في المحافظات دي، بنعمل مدرسة عشان ولاد القرية دول يتعلموا فيها، بنعمل مركز شباب عشان احنا بنبني كمان انسان، مش صحيح. بنبني بس بنية اساسية. طيب، يعني بالإضافة إلى المشروعات القومية الكبرى اللي احنا تحدثنا عنها وهذا البرنامج الإصلاحي الاقتصادي اللي يمكن نقل الاقتصاد المصري إلى يعني آفاق أخرى وأماكن أخرى، كان أيضا فيه اهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. مش كل الناس هتقدر تشتغل في المشروعات القومية، وده اللي انتبهت ليه الدولة. يمكن حد عايز يعمل مشروع صغير متناهي الصغر متوسط، فكان هناك هذا الجهاز الجبار اللي دعم الشباب في هذه المشروعات. إذن النظرة للاقتصاد المصري هي نظرة شاملة ليست قاصرة على وجه معين من أوجه الاقتصاد. أنا بشكر حضرتك جدا للسؤال ده، لأن في الحقيقة سر ان احنا كنا الناجي الوحيد في سنة الكورونا في المنطقة بمعدل نمو موجب، سر استمرار معدلات النمو. البنك الدولي لسه امبارح معدل نظرته للنمو الاقتصادي المصري وتوقعاته للنمو لهذا العام. كل ده جاي لان اولا احنا عاملين رؤية اسمها رؤية مصر 2030، تم تحديثها كمان اكتر من مرة، مش حطناها وخلاص في 2016 اطلقها السيد الرئيس، وهي رؤية علمية شارك فيها أطياف كتيرة جدا جدا من المجتمع عشان نشوف الاقتصاد المصري ضمن أفضل 30 اقتصاد بحلول 2030. تعال بقى نرجع مؤشر مصر في التعليم، كنا الأخير وبقينا كام في التعليم الفني، نطينا كام مركز في البحث العلمي، عملنا كام مركز في الصادرات، في القطاع الصناعي، في الصادرات الزراعية، في مجالات كتيرة جدا 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 احنا اتنقلنا للموضوع ده. انما في الحقيقة قضية المشروعات الصغيرة هي قضية معقدة جدا، لان ميراث
العقل الجمعي اللي كلنا عايزين نشتغل موظفين عند الحكومة في الخمسينات والستينات، والمعيار الوحيد هو الورقة الشهادة، ثم انتقلنا في الثمانينات والتسعينات والألفينات إلى كلنا عايزين نشتغل موظفين عند القطاع الخاص، اللي عمره ما هيستوعب كل هذه الوظائف من غير ما يكون فيه أصلاً رواد أعمال، من غير ما يكون عندنا ثقافتنا، الثقافة اللي في البيت المصري واللي كانت في نظام التعليم المصري هي الثقافة اللي أنا بعلم ابني عشان يطلع دكتور، مهندس، محامي، ضابط. ما حدش بيقول إن ابنه يطلع عنده مشروعه، عنده رائد أعمال. فنلاقي إن الدولة عملت ده في تعليم في الجامعات، بعض الجامعات دخلت مقرر لريادة الأعمال، كل جامعة في مصر دلوقتي فيها مركز لريادة الأعمال عشان دعم أفكار الشباب والابتكار. بنشوف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عاملة منهج لريادة الأعمال والابتكار بيدرس في كل مدارس التعليم الفني دلوقتي الموجودة في مصر في آخر 3 سنوات. بنشوف عندنا برامج تدريبية كثيرة جدا 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 بيقدمها سواء جهاز المشروعات، سواء الهيئة العامة للاستثمار، سواء أيضا مجموعة في وزارة التنمية المحلية، مبادرة مشروعك، وزارة التضامن الاجتماعي اللي تحولت من فكرة ان احنا بندي إعانة ومعاش عشان الناس تاكل وبس عشان نخرجهم من الفقر والعوز بجد، احنا محتاجين الناس دي تبقى منتجة، لفكرة ان كمان عندنا مبادرات في التضامن الاجتماعي عشان الناس تبدأ مشاريع صغيرة. فالدولة عليها دور مهم جدا جدا في موضوع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. احنا شفنا ده من اول مبادرة الـ200 مليار جنيه اللي تم توفيرهم لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مرورا بكل الجهود اللي احنا قلناها المتكاملة في اكتر من وزارة. لده الجزء الاهم جدا 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 هي ان من الناحية الإعلامية ومن الناحية الثقافية والاجتماعية العقل بتاع الشاب المصري انه يبقى عارف انه اذا هو ما غيرش ظروفه محدش هيغيرها له. أيوة. فكرة الانتظار ان احنا مستنيين اللي يعمل لنا اللي يشغلنا، ده فكرة اصبحت بالية جدا 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 عند الشباب في الكام سنة اللي فاتت. وخلينا نقول ان احنا عندنا جنب التمويل اللي كان متاح للشباب بقروض ميسرة ومخفضة 5% وال3%، عندنا كمان قانون صدر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في 2020 بيدي مجموعة من الحوافز الكبيرة جدا. أيوة. للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عندنا بعض المبادرات، بالتأكيد مش كل اللي بيتعمل كافي، وبالتأكيد مش كل اللي بيتعمل حقق الأهداف بتاعته بنسبة 100%، إنما في مراجعة لبعض البرامج عشان خاطر نطورها ويكون العائد منها أفضل. إنما كمان مهم جدا هي دي المرونة والاستجابة للمتغيرات اللي بتحصل مش بس في مصر ولكن على المستوى العالمي. طب دكتور عمرو، يعني التصنيع المحلي اهتمت به القيادة السياسية بشكل كبير للغاية، هناك مستهدف هو الوصول لـ100 مليار من الصادرات المصرية، إنتاج الصناعة المصرية أيضا فكرة طموحة للغاية، وما تم تصديره يمكن يعني في آخر الإحصائيات هو أيضا كبير للغاية. كيف ترى هذه يعني النقطة المتعلقة بالتصنيع المحلي؟ يعني مصر بمواردها الكبيرة وشبابها من خيرة الشباب في العالم، ما يصحش نبقى بنستورد مسامير، ما يصحش نبقى بنستورد أستيكة، وما يصحش ان احنا نبقى بنستورد غطا بلاستيك، وما يصحش ان احنا نبقى ما بنستغلش هذه القدرات. ويمكن ده المهم قوي، ونربط السؤال ده بالسؤال اللي فات. الصناعة مش ليست كلها صناعة كبيرة، ده واحد. الصادرات مش كلها صناعة، احنا عندنا صادرات زراعية، عندنا صادرات في قطاع الدولة مركزة عليه جدا 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 وهي السوفت وير. تصدير الخدمات هو شيء مهم جدا جدا جدا، والدمج، لان الثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد الجديد لما نيجي نتكلم على اقتصاد الجيج ايكونومي والافكار الجديدة في الاقتصاد، احنا بنتكلم على اقتصاد يعتمد على القيمة المضافة العالية والكبيرة جدا، الافكار اللي فيها مزج ما بين التكنولوجيا وما بين الصناعة وما بين الأفكار البشرية. بالتالي احنا الجزء بتاع الصناعة مش هيحصل، عندنا مصانع كبيرة موجودة، مستثمرين كبار في القطاع الصناعي موجودة وأساميها معروفة على مستوى القارة وعلى مستوى الدول العربية، انما احنا محتاجين
البناء على ده في صناعات مغذية وصناعات صغيرة يقوم بيها الشباب. الحقيقة أنه الكلام مش هيخلص لأنه ما تم إنجازه هو كتير. حضرتك ذكرت أنها خطوة من 1000 خطوة لكنها خطوة كبيرة للغاية اتحقق فيها كتير قوي. احنا بنشكرك شكرا جزيلا على هذا الحوار دكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، شكرا جزيلا لك. شكرا. زي ما قلنا لسه الكلام ما انتهاش، الفقرة الجاية ريهام السهلي والكاتب الكبير عبد الحليم قنديل، ابقوا معنا في حديث الأخبار. نروح يعني لكل هذه الإنجازات في الملفات المختلفة وقول لنا حضرتك بتشوفها إزاي. يعني لو اتكلمنا مثلا عن البنية التحتية فيما يخص الطرق والكباري ووسائل النقل الحديثة من أجل المواطنين الحي اللي كانوا بيعانوا من وسائل النقل العامة الموجودة عندنا، قولي بتشوف إزاي الطفرة اللي حصلت في هذا الملف؟ يعني الطفرة متعلقة بما أشرت إليه أن البلد محتاجة بلد، فأنت محتاج شبكة طرق حديثة. كان قد تقدمت العهود جدا على شبكة الطرق وعلى السكك الحديدية. آخر محاولة إصلاح للسكك الحديدية الموروثة عن الإنجليز جرت في الستينيات، بعدها لم يجري أي إصلاح لمرفق السكك الحديدية. أي الآن في سكك الحديد القديم يعاد تجديدها، في عربات جديدة في بالألاف، أيضا في سكك حديدية جديدة يجري إنشاءها بدلا من قطار كهربائي من العين السخنة إلى العالمين ومحطاتها المختلفة وتفريعاتها المختلفة. يعني هناك سكك حديدية جديدة بعد السكك الحديدية اللي قبل كده من 200 سنة. يعني ده دي 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 الطفر. الطرق جرى الطرق الدائرية وغيرها والإقليمية طبعا، لكن لا تزال الطرق داخل المحافظات وداخل المدن على حالتها القديمة، وهذا ما يجب أن يعاد إصلاحه. أيضا جرى الأرض الزراعية، الأرض الزراعية بعد أن كانت تسير إلى تقلص 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 مضطرد، يجري محاولة عكس هذا التقلص إلى توسع. يعني مشروع مستقبل مصر أو الدلتا الجديدة إلى الغرب، ومشروع زراعة استزراع في سيناء إلى الشرق ثم إلى الجنوب، إحياء مشروع توشكا. قد تكون التكلفة هائلة وهذا لا مفر منه، لأنه ببساطة شديدة جدا أنت في الزراعة بالذات على أهميتها البالغة، المسألة متعلقة بالأراضي القابلة للزراعة بأي نسبة، 2 متعلقة بتوفير موارد المياه. ومن هنا قضية الطرق وقضية المدن الجديدة والبنية الأساسية ليست لها عوائد مباشرة، يعني تراها منعكسة على حياة الناس لأنها مشروعات العائد الآجل طويل وهي المدى. بنية أساسية يعني أنت أنفقت 400 مليار دولار وأكثر خلال هذه الفترة على ورشة عمل هائلة جدا عامل فيها 5 ملايين مواطن. عشان كده دلوقتي لما بتقال والله يا إخوانا وقفوا بعض المشروعات وكذا، ليس هذا الكلام كله صحيحا لسبب بسيط. هو السؤال لو أنت نظرا أوقفت هذه المشروعات، 5 ملايين اللي فتحوا بيوت دي واللي قللوا مستوى ومعدل البطالة إلى أين يذهبون؟ دي قضية. القضية الثانية جوهرية، يعني أنا ما أتكلم عن أنه أنا بعمل محطة بعشرين مليار جنيه في الحمام وأصدي ومحطة في بحر البقر ومحطة في الحمام وكذا، والمعالجة الثلاثية المياه، ده راجع ببساطة شديدة جدا لأنه قبل الحديث عن عدوان وارد على موارد مصر من مياه النيل وحقوقها، 55.5 مليار متر مكعب كانوا يكفون المصريين للبقاء على خط الفقر المائي حتى بداية التسعينيات. يعني يوم ما كان عدد سكاننا 55.5 مليون مصري، تضرب في 1000 متر مكعب اللي هو الحد الدولي تطلع لك 55.5 مليار. فأنت هنا الحقيقة في محاولة لتخليق مصر جديدة أو مصر قابلة للحياة بعد الاختناق وكده. آثارها الوقتية ليست ظاهرة بنفس القدر بسبب طابع الأساسي التأسيسي لإعادة بناء أصول للبلد. طيب خلينا نروح أيضا لمواجهة البطالة. من ضمن السبل التي اتخذتها الدولة المصرية واهتمت بيها الحقيقة خلال السنوات الأخيرة الاهتمام الشديد بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أيضا، ودي بتوفر يعني المواطنين وللشباب كمان وللمرأة المعيلة، بتوفر آلاف من فرص العمل. بتشوف المشروعات دي واهتمام الدولة بيها ازاي؟ خلينا نتفق أولا أنه
العلة الأساسية في الاقتصاد المصري المفروض تشخيص صحيح بيؤدي إلى معالجة صحيحة. العلاج الصحيح أنه العلة الأساسية أن الاقتصاد المصري كان قد فقد طابعه الإنتاجي بالطراد. استعادة الطابع الإنتاجي للاقتصاد المصري يعني إنتاج زراعي، إنتاج صناعي، إنتاج تقني، هو جوهر عملية، مش عاوز استخدم تعبير بيستخدم كتير بإفراط، وأحيانا التعبيرات لما تستخدم بإفراط بتفقد معناها. مش عاوز أتكلم عن الإصلاح الاقتصادي، أنا عاوز أتكلم عن بناء اقتصاد بلد يستحق العيش من أجله، لأنه صارت لفترات طويلة جدا أفكار هدامة من نوع إحنا لا نصلح للصناعة ولا نصلح لبتاع، إحنا عاوزين نبقى زي سنغافورة، إحنا يعني معالجات لبلد على هامش العالم وليس في قلب العالم وليس في قلب منطقته. ومن هنا أنا بلتفت أساساً لمؤشرات زيادة الإنتاجية، يعني مش إحنا بنعمل إيه، بنعمل كم فندق، أنا مهمنيش بنعمل كم فندق، بنعمل كم منتجع سياحي. هذا الكلام كله الحقيقة خارج معنى الاهتمام لأنه كان قائماً طول الوقت. أنا عاوز الجديد، مش معنى كده أن أنا عاوز جوانب الاقتصاد الريعي تختفي، أنا عاوزها تزداد، بس عاوز أعيد وضع الهرم على قاعدته بحيث تبقى الدخل الأساسي للمصريين من أعمال منتجة. منتجة يعني إيه؟ تضيف قيمة مضافة، تعمل إحلال محل الواردات، تزيد الصادرات. هل هذا يحدث؟ يحدث بعده، يعني لا يحدث بالقوة التي نتغياها، لكن مؤشر زي أن الصادرات المصرية بالجملة بترولية وغير بترولية، بترولية وغازية طبعا أضيف الغاز، والمنتجات خارج البترولية سواء زراعية أو صناعية زادت إلى 45 مليار دولار في السنة الأخيرة. طبعا في هدف زيادتها سنة 2025 إلى 100 مليار دولار، ده أقل ما تستحقه مصر. لكن في التفاصيل تسكن الشياطين، يعني في أحيانا قرارات صحيحة أضرب مثالا، في مشكلة كبيرة جدا اسمها الأراضي الصناعية. هذه مشكلة الأراضي الصناعية رئيس الوزراء اتكلم مؤخرا عن فكرة أن تسييد أو التركيز على فكرة حق الانتفاع وانه حق الملكيه، لكن المشكله عندنا ده في مصر الوضع الحالي، بلاش اقول النظام الحالي، الوضع الحالي الاداري يتسم بعدم الاتساق، بمعنى ان في جهات محركه فوق وفي جهات معطله تحت. تعامل مع الموظفين واداء الموظفين رغم حديثنا الهائل عن التحول الرقمي الجبار لا زال ماساه عند أغلب المصريين ومأساة حتى عند المستثمرين. حديثنا عن النافذة الواحدة أو الشباك الواحد اللي بقاله 30 سنة لا زال كلاما حبرا على ورق إلى الآن. فيه عائق في ترتيب الجهاز الإداري والبيروقراطية المصرية، وأنا أشرت لذلك أنا مرة أصبحت ألعن بيروقراطية في التاريخ الإنسان. البيروقراطية مشكلتها أن أنت لا تستطيع الاستغناء عنها، وفي نفس الوقت هي عائق كبير. إلى أي مدى التحول الرقمي؟ مثلا في كلام عن 130 خدمة يتم توفيرها رقميا. طيب ال 130 خدمة ما دمت أنت تفتح الباب لأنه الخدمة يمكن أن تؤدى بصورة رقمية أو بصورة إلكترونية أو بصورة عادية، هيظل الخلط موجود. أنا رأيي ببساطة الخدمة التي تقرر تحويلها إلى رقمية تقوم شايل الأداء الورقي بتاعها عشان تشوف إلى أي مدى هي بتتطور. نعاني من مشكلات مثلا في التعليم، في الامتحانات، في المش عارف ايه، اشياء صعبه جدا لابد من ازاحتها. الكلام هنا انه في حاجه بتتحرك قدام، في حاجه بتتحرك قدام. هل هينعكس ذلك بصوره مباشره على المواطنين؟ لم ينعكس بالقدر الكافي. في زياده مثلا في الاجور، يعني انت بتكلم عن الزياده ال 1200، الزياده ال 2400، الزياده ال 2700. المشكله ان هذه الزياده محصوره في نطاق معين من قوه العمل، اقل من ربع قوه العمل اللي هو الجهاز الاداري للدوله او ما تبقى من مصانع قطاع العام. في الكلام عن الصناعه والتصنيع واتاحه دور للقطاع الخاص، ده كلام صحيح في عمومه. احنا علينا ان ندرك ان معدلات النمو التي زادت في سنوات متتابعه مش سببها ما يسمى عادة الإصلاح الاقتصادي أو كذا أو كذا، ولا الإصلاح المالي أو النقدي، لأن احنا لسه نزال في مشكلة الدولار والجنيه رغم كل هذه الإصلاحات. إنما سببها الأساسي زيادة الاستثمارات العامة.
حصل انقلاب في هرم الاستثمارات، عندك 70% استثمارات عامة و 30% استثمارات خاصة. الحكومة بتعلن ان هي عاوزة تحول الاستثمارات الخاصة ل 50% او اكتر، هذا كلام صحيح، بس كيف ستحول؟ هل الوسيلة الوحيدة ان انت تبيع اصول، ولا تتيح لهذا القطاع الخاص ان ينشئ مشروعاته وهناك في مصر يعني تشوف العوائق اللي قدامه بصورة عينية. هذا هو التطور. طيب. فأفق هذا التطور كويس. موجودة أيضا التحديات موجودة. ممتاز. أنا علشان الوقت وده السؤال الأخير، ما ينفعش متطرقش مع حضرتك للحوار الوطني ودعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني مع كافة القوى السياسية والشبابية بمختلف أنواعها الحقيقة وألوانها، وإلى أي مدى ده بيعكس أن الدولة المصرية دولة قوية وعلى استعداد أن هي تتسع للجميع، لجميع أبنائها يا أستاذ؟ عظيم. تذكرين أن أنا تحدثت يعني من أول ظهوري في هذا المكان، أنا تكلمت أكثر من مرة عن فكرة أنه كلما انخفض مؤشر الإرهاب، أنا لا أقول ولا عندنا ولا عند غيرنا سوف يعني لا تجري أي عمليات إرهاب، لكن مؤشر الإرهاب في مصر انخفض، القيود التي فرضت خلال هذه الفترة لابد من تفكيكها، لا يجب أن تظل حرية البلد وناسه مرهونة بالإرهاب. ودعوة الحوار الوطني أنا عبرت أكثر من مرة لمواجهة التحديات الأساسية التي كنت أرصدها عادة بسرعة في 5 حاجات: 1 تأكيد الاستقلال الاقتصاد القرار المصري، 2 التوجه لاقتصاد إنتاجي والتصنيع الشامل، 3 رد الاعتبار العدالة الاجتماعية، 4 كنس إمبراطورية الفساد، 5 فتح المجال العام وإطلاق المعقول للحريات العامة وتداول الآراء في المجتمع، وإنهاء مشكلة المحتجزين لأسباب سياسية. وكان رأيي دائما وكررته وقبل الحوار الوطني ومع الحوار الوطني وبعده، أن المطلوب ببساطة شديدة جدا أن يدخل الرئيس السيسي في سجلات التاريخ بأنه أصدر قانونا للعفو العام لا يستثنى منه غير المتهمين أو المدانين في قضايا وحوادث عنف وإرهاب مباشر. قد يرى البعض أن ده طموح، بس كما كنا نرى أنه المشروعات التي تنجز بسرعة هائلة جدا وفي أقصر وقت وبأقل تكلفة، أعتقد أن الرئيس السيسي يعني جدير بأن يسجل له في هذا التاريخ أنه أضع على ظاهرة الإرهاب أو شكلتها الأساسية، وفي نفس الوقت أطلق حريات المجال العام للمصريين. أنا بشكرك شكرا جزيلا. الكاتب الكبير أستاذ عبد الحليم أنديل، شكرا لحضرتك وبشكر حضراتكم، ونشوفكم إن شاء الله مرة تانية في حديث الأخبار. إلى اللقاء.